من تيران ينضم إلينا الأستاذ مهدي عقبائي، عضو في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. أستاذ مهدي، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. اليوم طهران تدرس مسودة للعودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015، ما مدى جدية النظام الإيراني اليوم بالعودة إلى هذا الاتفاق أستاذ مهدي؟ السلام عليكم. أهلا بك. تحياتي لكم ولمشاهدي قناة اليوم. أهلا بك. طبعا العالم ينتظر نتائج المفاوضات في جولة الثامنة من المحادثات التي استمرت منذ 10 أشهر تقريبا بدون وصول إلى نتائج مهددة، سواء إحياء الاتفاق النووي 2015 أو رفع العقوبات المفروضة على النظام الملالي. وتوجد في مواقف المتفاوضين قدر كبير من التناقض والقموز. في جانب الأمريكي، يؤكد روبرت مالي إصرار رئيس جون بايدن على مضي قدما في محادثات فيينا، لكنه يرجح في المقابل وصول إلى نقطة تسبه فيها إعادة إحياء اتفاق النووي مثل إحياء جثة ميتة، وتنعكس مناخات التناقض والغموز على إعلام الغربي. ومن جانب النظام الملالي، يتحدث وزير خارجية النظام أمير عبد اللهيان عن تقدم في المباحثات معربا عن رضاه عن هذه المحادثات وهذه المرحلة، في وقت الذي يقول علي شمخاني أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي للنظام إن اتفاق الذي لا يرفع العقوبات لن يكون أساسا لاتفاق جيد. أو مثلا اليوم يوم أمس تحدث أحد نواب في البرلمان الملالي باسم محمود نبويان. طيب، هذا التفاؤل أستاذ مهدي، هذا التفاؤل الإيراني الذي جاء على لسان عبد اللهيان بأنهم يدرسون مسودة اتفاق، هل تحمل في طياتها إمكانية رفع العقوبات عن طهران أستاذ مهدي؟ يعني إذا نقول بشكل دقيق، هناك طريق مسدود في المفاوضات. داخل النظام الإيراني هناك خلافات كبيرة في هذا المجال، وليس هناك موقف محدد موحد. مثلا نبويان النائب في برلمان الملالي يقول يكشف عن تناضلات كبيرة في المفاوضات، ويعتبر اتفاق الذي يتم التوقيع عليه في أيام المقبلة لن يلبي توصيات البرلمان ولا مطلب الشعب الإيراني. إذا رجعنا قليلا إلى الوراء، ممكن تفسير ما يجري الآن خاصة في جانب الإيراني. طبعا قبل سنتين عندما وجد خامنئي الذي هو يواجه الآن أزمات كبيرة وخاصة انتفاضات الاجتماعية واسعة، وجد الطريق الوحيد للخلاص من الوضع الحاري في النظام تنسيب رئيسي كرئيس للنظام. وطبعا هذا هو ملا مكروه عند الشعب الإيراني والمعروف على نطاق الواسع بأنه مسؤول عن مجزرة السجناء السياسيين عام 1988. طبعا بالنسبة لخامنئي كان رئيسي له وظيفتان، عرقلت الانتفاضة مع حدوثها ومنع حدوثها وتوسيء بالمشاريع النووية واستمرار بالسياسة الخارجية العدوانية والتوسعية في المنطقة، ومثل ما شاهدنا تشديد الوضع في المنطقة كذلك. ولكن ما برز لحد الآن هو أنه سواء تخلي هذا النظام عن برنامجه النووي أو يذهب اتجاه صنع قنبلة نووية، فإنه بأي حال من الأحوال سيواجه اندلاع الانتفاضات الشعبية العارمة بتخطيط وقيادة وحدات المقاومة أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. طبعا بشكل خاص فيما يتعلق بالمحادثات النووية، كشفت المقاومة الإيرانية في عام 2002 عن مشاريع المختلفة للنظام الإيراني اعتمادا على معلومات التي حصلت على شبكة المجاهدي خلق، وكان النظام آنذاك في موقف ضعيف جدا. لكن المجتمع الدولي أمضى عقدا من الزمن في التفاوض والمساومة مع النظام دون جدوى، مما منحه فرصة لإحراز تقديم في مشاريعها النووية بدل من اتباع سياسة هاضمة والفرض العقوبات. والآن نفس السيناريو راح يتكرر.
العضو في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الأستاذ مهدي عقبائي، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من تيران، شكرا جزيلا لك.